طلعت على مقالة تلخص كتاباً ألفه عالم غربي عن الخنازير. ملخص هذه المقالة التي هي ملخص الكتاب: إن الخنزير حيوان لاحم عاشب، لاحم عاشب يأكل اللحم والعشب معاً. في حيوانات تأكل اللحم فقط، في حيوانات تأكل العشب فقط، أما هو لاحم عاشب يأكل العشب واللحم معاً. وقد حرمت جميع الشرائع أكله، وله طباع من أقبح الطباع والعادات، ففيه الغباوة والقذارة وسوء الخلق، ولا يعف في نكاحه حتى عن أمه، ويواقع أنساه أمام كل الخنازير. أقول لك مخنزر فلان يتباهى بزوجته، ترتدي ثياباً فاضحة جداً، يمشي معها في الطريق يختال بها، خنزير مثلاً. إن أحب الطعام إليه النجاسات والجرذان الميتة، أطيب أكلة الجرذان الميتة. وإن أحب الطعام إليه طعام الجيف، فإذا وضعت الخنزير في مكان نظيف وفي طرف المكان أقدار، فلا بد من أن يذهب إلى الأقدار ليتمرغ فيها. هذا شيء عجيب من طباع الخنزير. إن البيض بيض الديدان التي يمكن أن تكون في لحمه لا ينجو من خطرها إنسان، ولو بقي هذا اللحم يغلى ساعة بأكملها، لو بقي هذا اللحم يغلى ساعة بأكملها. بيوض هذه الديدان لا تموت بهذه الدرجة بالمئة. إن الطبخ العادي والشي السطحي، تشوي اللحم، القسم السطحي يشوى، أما الداخلي لا يشوى. يعني أيام، نصيحة، أيام بيكون لحم الذي يشوى على سيخ شاورما هكذا سخين، وضع صباح اللحم بالداخل خلال 10 ساعات بيفسد، يشوى الخارج دائما، فالداخل فسد، يعني كل ما كان أرفع أفضل. فالشيء السطحي والطبخ العادي لا ينقذ الإنسان من أخطار لحم الخنزير. إن أمراضاً كثيرة وديداناً خطيرة تعيش في خلاياه وفي ثنايا لحمه هذه الديدان، فلو طبخ الخنزير طبخاً عادياً أو شوي شياً سطحياً لم تمت هذه الورقات، فلا بد من تبريد يقل عن 30 درجة تحت الصفر حتى تموت هذه الورقات، أو أن يغلى أكثر من ساعة حتى تموت هذه الورقات. وحينما حرم ربنا سبحانه وتعالى هذا اللحم حرمه لحكمة كبيرة. في مرة واحد ناقشني، قال لي يا أستاذ كن منطقي، تفضل، ليش الله خلقه لك؟ قلت له أنت عندك مقشرة؟ قال لي إيه. تفضل كلا. الخنزير له وظيفة، يموت حيوان، يتفسخ، يؤذي عباد الله برائحته، هذا طعامه المفضل، يعني أداة تنظيف. مين منا بيأكل بمجمع القمامة؟ طبعاً خلقه لمهمة غير الأكل، خلقه من أجل تنظيف الفلوات. لذلك حينما تشيع الأمراض في بعض البلاد التي تأكل لحم الخنزير
كان شيئاً طبيعياً جداً. يعني سبحان الله، إنفلونزا الخنازير مع انهيار النظام المالي مع إغلاق دور اللهو في روسيا كلياً مع تحريم الخمر مع انتصار إخوتنا في غزة، هي أشياء متباعدة، بس كلها جرعات منعشة من الله. هذا الدين عظيم، هذا دين رب العالمين، هذا دين الخبير، دين العليم، دين الرحيم. أنت أيها الأخ تتمتع بحالة مذهلة اسمها الأمن العقدي، لن يقع حدث في الأرض يهز كيانك الإسلامي أبداً. أي حدث يقع يزيدك إيماناً وثقة بهذا القرآن الكريم. هذه الدهون، دهون الخنزير، فيها نسبة عالية جداً من الكوليسترول الضار. قال لذلك فإن الذبحة الصدرية وتصلب الشرايين تزداد ثمانية أضعاف في الدول التي تأكل هذا اللحم. يعني ببلد أوروبي في 42 ألف مزرعة خنازير، 42 ألف. بالمناسبة يعني إذا كان لحم البقر للتقريب سعر الكيلو 50، الخنزير 5، بدل 50 5، رخيص جداً، يعني أرخص لحم بالعالم. أيها الإخوة، الله عز وجل يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، والخنزير من الخبائث، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.